مشاهدي متتبعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في مباشرين جديد. هذا المباشر حصيلة الإصابات بالمغرب ليومه الأربعاء. فحسب بلاغ لوزارة الصحة فقد أعلنت عن تسجيل 69 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة 4 من يومه الأربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 4321 حالة. وأضافت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 28609 حالة، وبلغ عدد الحالات التي تمثلت للشفاء من المرض حتى الآن وفق المصدر ذاته 928 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 168 حالة. وكعادتها تهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. إذن العدد هو أكثر من 3000 إصابة. إذن على جميع المغاربة مواطنين والمواطنات توخي الحذر والالتزام بقواعد الصحة والسلامة والابتعاد ما أمكن عن الاختلاط والاقتراب وعدم الخروج ومغادرة المنزل إلا للضرورة. وكعادتنا وبهذه المناسبة نطلب من الله العلي القدير بأن يرفع هذا الوباء عن بلدنا الحبيب وأن يرحم كل الموتى الذين توفوا نتيجة هذا الوباء الخبيث، كما نطلب الشفاء لكل مرضى داء كورونا المستجد. إلى هنا نأتي على نهاية هذا المباشر، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.